الحمد ردد لله ربنا ولنذكر دائما من عمق قلبنا يا المسيح نادوا بملكه كل العوالم يا المسيح قام حقا قام ونحن دائما شهود القيامة. بالأحد الجديد مع الكنيسة نذكر أحد الرحمة الإلهية، هذا النبع اللي تفجر بالدم والماء حتى يغسلنا من خطايانا ويعطينا حياة جديدة. فبنعمة هذا الانتصار وبنعمة هذا العيد نطلب الغفران لنفوسنا ولحياتنا وقوة لسندنا لمسيرتنا وأيضا للكنيسة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. وما الإخوة والأخوات المباركون، بالقيامة انتصرنا على الموت، انتصرنا على إبليس، انتصرنا على الخطيئة، ولكن هذه الحرب لا تتوقف وهذا الجهاد مستمر. ولكن المسيح يعلمنا في هذا الأحد أن نردد دائما ونقول يا يسوع إني أثق بك. فببداية هذه الذبيحة المقدسة نضع ضعفنا أمام الرب معلنين ثقتنا الكاملة بيسوع المسيح كي يجعلنا أهلا لقبول الأسرار المقدسة. أنا أعترف بالله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البكرية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير، غفر لنا زلاتنا
وبلغ بنا الحياة الأبدية. آمين. ولنتلو صلاة الجماعة بفم وقلب واحد لنصلي. اللهم ينبوع الرحمة، إنك تضرمنا إيمانا كلما احتفلنا بالفصح المبارك، نسألك أن تنمي فينا ما آتيتنا من نعمة، فندرك في أي ماء غسلتنا، وفي أي روح ولدتنا، وبأي دم مديتنا، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.
القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. وكان جماعة الذين آمنوا قلباً واحداً ونفساً واحدة، لا يقول أحد منهم أنه يملك شيئاً من أمواله، بل كان كل شيء مشتركاً بينهم. وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، تصحبها قوة عظيمة، وعليهم جميعاً نعمة وافرة. فلم يكن فيهم محتاج، لأن كل من يملك الحقول أو البيوت كان يبيعها ويأتي بثمن البيع فيلقيه عند أقدام الرسل، فيعطى كل منهم على قدر احتياجه. كلام الرب. الشكر لله. ليقل آل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته. هيا ليقل آل هارون إن إلى الأبد رحمته. هيا ليقل الذين يتقون المولى إن إلى الأبد رحمته. رحمة الفادي أطيب من الحياة. يمنى الرب هي العليا، يمنى الرب صنعت المآثر. لا، لن أموت بل أحيا، وبفعال الرب إني سأخبر. إن الرب أدبني تأديباً، غير أنه لم يسلمني إلى الفناء. رحمة الفادي أطيب من الحياة. الحجر الذي رذره البناؤون أصبح رأساً للزاوية. هذا الذي قد أتاه المولى، وإنه عجب لأبصارنا يجلى. هذا هو اليوم الذي جعله الرب مأثوراً، فهلا فرحنا به وابتهجنا سروراً. رحمة الفادي أطيب من الحياة. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى. أيها الأحباء، كل من آمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود لله، وكل من أحب الوالد أحب الولد أيضا. ونعلم أننا نحب أبناء الله إذ كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله أن نحفظ وصاياه. وليست وصاياه حملا ثقيلا، لأن كل ما ولد لله يغلب العالم، وما غلب العالم هذه الغلبة هو إيماننا. من الذي غلب العالم إن لم يكن ذاك الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله، هذا الذي جاء بسبيل الماء والدم، أعني يسوع المسيح، لا بسبيل الماء وحده بل بسبيل الماء والدم. والروح يشهد، لأن الروح هو الحق. كلام الرب. الشكر لله. هللويا 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 هللويا. لأنك رأيتني يا توما، طوبى للذين يؤمنون ولم يرى. هللويا هللويا هللويا. الرب ما شريف من بشارة القديس يوحنا
الإنجيل باشي. المجد لك يا رب المجد. وفي مساء ذلك اليوم، يوم الأحد، كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب. فقال لهم ثانية: السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. على أن توما أحد الاثني عشر ويقال له التوأم لم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له سائر التلاميذ: رأينا الرب. فقال لهم: إذا لم أبصر أثر المسمارين في يدي وأضع إصبعي في مكان المسمارين ويدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان التلاميذ في البيت مرة أخرى، وكانت ما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، فقام بينهم وقال: السلام عليكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي، وهات يدك فضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فأجابه توما: ربي وإلهي. فقال له يسوع: آمنت لأنك رأيتني، طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. وأتى يسوع أمام التلاميذ بآيات أخرى كثيرة لم تكتب في هذا الكتاب، وإنما كتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ولتكن لكم إذا آمنتم الحياة باسمه. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. من أجلك لميل الحي لنا بالمسيح يسوع بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. آمين. المسيح قام، حقا قام. سلمين جديد بالاحد الجديد. الكنيسه بتجدد اعلان الفرح بالفصح والقيامه. زي ما اتفقنا الاحد الماضي، الكنيسه بتعتبر كل هذا الاسبوع وكانه يوم واحد. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب كدعوة من الكنيسة إلى عيش الفرح، إلى عيش الانتصار. انتصارنا بالقيامة اللي اتفقنا خلال تأملاتنا بالأسبوع المقدس إنه مش نحن اللي بنصنعه، اللي صنعه هو المسيح القائم من القبر، ولكن أنا كمؤمن أعيش انتصار القيامة. وبالإضافة إلى الوصايا اللي أخذناها يوم سبت النور، اليوم عم نأخذ وصية جديدة حتى نحفظ في قلبنا وفي حياتنا مفاعيل القيامة، وهي الثبات بالإيمان. إذا بتلاحظوا اليوم ما بين القراءة الثانية وما بين الإنجيل، تقررت ك
كلمة إيمان أكثر من مرة، والإيمان بأن يسوع هو المسيح ابن الله الحي. إدراكاً من الكنيسة إنه من أكبر الأعداء لفرح القيامة هو الشك. لما الإنسان بشك بقدرة ربنا، نعمة ربنا، بعطية ربنا، بخسر وبفقد كل شيء. الانتصار اللي كان بالقيامة أساسه وثباته والإيمان بهذه القيامة، والإيمان بأنه اللي حققها هو يسوع المسيح ابن الله الحي. وكانت دائما علامات هذا الإيمان هي مناقضة للعقل البشري. فلما ظهر المسيح لتوما قالوا تعال هات إصبعك حطهم محل المسامير، وهات إيدك حطها في جنبي مكان الحربة. أصبحت علامات الموت هي علامات قيامة، هي علامات خلاص. يعني مكان المسامير ومكان الحربة ظلت واضحة في حياة جسد القائم من القبر والمنتصر على الموت، ظلت كعلامات حياة، كعلامات فداء، كعلامات محبة. وأمام هاي العلامة سجد ثم وقال ربي وإلهي. أعلن إيمانه من جديد، رفض شكه، رفض تردده، رفض انهزامه، وأعلن أمام الذبيح اللي وقف أمامه قال ربي وإلهي. ثم شك ولكن أعلن إيمانه بحقيقة، لأنه هذا الإيمان هو اللي بيساعدنا أنه نعيش الغلبة، نعيش الانتصار ونعيش الفداء. هذا اللي أكد سمعناه في القراءة الثانية، بيقول من الذي غلب العالم إن لم يكن ذاك الذي آمن بأن يسوع المسيح هو ابن الله الحي. هاي الغلبة اللي بنتكلم عنها وهذا الانتصار اللي نحن بنحكي بنتكلم فيه من القيامة لليوم ولكل الزمن المسيحي، حتى نقدر بثقتنا وإيماننا بيسوع المسيح نثبت على هذا الانتصار ونثبت على هذا الفرح. فكان أحد الرحمة وظهورات السيد المسيح للقديسة فاوستينا هي تثبيت لهذه الحقيقة الإلهية، إنه في موتي وقيامتي انتصارك، في موتي وقيامتي قوتك، والدم والماء اللي جرى من جنب المسيح هو رمز لكل النعم ولكل العطايا الإلهية اللي نحن بحاجة لها، واللي هي سند ضعفنا، سند شكنا، سند ترددنا، حتى نتغلب عليه ونعلن انتصار يسوع المسيح. فظهورات السيد المسيح للقديسة فاوستينا واللي كانت بهاي الصورة اللي طلب بنفسه إنها تنطبع، وظهر من قلبه ومن جنبه المطعون شعاعين الأبيض والأحمر، رمز للماء والدم اللي فاضوا من قلبه بعد طعنة الجندي لإله في الحرب. والكنيسة بتذكرنا إنه كل ما احتفلنا يعني كل بالصلاة الجاية يا رب ينبوع الحكمة، اللهم ينبوع الرحمة، ساعدنا إنه ندرك دائما في أي ماء غسلتنا وبأي دم فدأتنا. فالمسيح من نفس الرموز ومن نفس المعاني اللي تفجرت على الصليب أراد أن تبقى هاي الرحمة وهاي العلامات هي علامات انتصار إلى الأبد. فأنا في يسوع المسيح أغسل دائما من خطاياي بقوة هذا الماء المقدس. الماء هو قداسة، هو اغتسال، هو تطهير. ونحن شو اللي بيخلينا نشك؟ شو اللي بيخلينا نهرب؟ شو اللي بيخلينا نتراجع؟ ضعفنا وخطايانا، زلاتنا، شكنا، أفكارنا، هي اللي بتخلينا إنه نبعد ونترك الطريق على المسيح. ولكن بالماء هذا المقدس المسيح يغسل نفوسنا وينقي نفوسنا باستمرار. في كل مرة أنت بتحتاج المسيح بعطيك النعمة اللي أنت بتحتاجها، وبيغسلك بالماء اللي أنت بحاجة إنك تغتسل فيه حتى تحفظ نقاء نفسك، نقاء قلبك، ونقاء ضميرك. وما بيكتفي السيد المسيح إنه فقط يغسلك وينقيك، وإنما الدم ما كان فقط نبع فداء،
وإنما هو نبع حياة، نبع الحياة الجديدة. نحن الإنسان الجديد اللي أخذناه بالقيامة، صمنا متنا وقمنا مع المسيح لإنسان جديد. والقديس بولس بقولنا وأما قد قمتم فعل المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في العلى. ننسى الإنسان القديم ومنعيش بحسب الإنسان الجديد، ولكن قوة هذا الإنسان الجديد ومسيرة هذا الإنسان الجديد بتكون بقوة الدم اللي تفجر ونبع من قلب يسوع المقدس، مش بقوتنا نحن ولا بفضيلتنا ولا بأعمالنا ولا بطقوسنا ولا بصلواتنا، وإنما بقوة هذا الدم المقدس اللي بتفجر في نفوسنا وبعطينا حياة النعمة وحياة القداسة. وإذا نحن اغتسلنا بهذا الماء وتغذينا بهذا الدم وامتلأنا بهذا الدم، تصبح حياتنا هي حياة القائم، هي حياة المنتصر، هي حياة الغالب للعالم بإيمانه بأنه يسوع بعلامات القيامة اللي عليه، بعلامات الألم اللي عليه، بعلامات المحبة اللي عليه، هو ابن الله الحي اللي فدانا وأعطانا هذه الحياة الجديدة. فهذه مسيرتنا، وهذا رجاءنا الروحي اللي نحن بنمشي وراه دائما، إنه الله معنا ومسيحنا بيرافقنا يوم بعد يوم. وكلمة المسيح قام حقا قام تبقى هي فرحنا وهي إعلاننا وهي عيدنا اللي نحن بنعيشه للأبد. بنقول المسيح قام حقا قام، مش بقوتنا ولا بفضيلتنا ولا بسندنا، وإنما بإيماننا بيسوع المسيح وباتكالنا عليه. هو اللي وصانا وقال رددوا دائما يا يسوع إني أثق بك. هاي الكلمة ما تخليها تغيب عن لسانك أمام كل خطر، أمام كل تجربة، أمام كل وخز من الأفكار من الشيطان. أعلم قول يا يسوع إني أثق بك. هو قادر إنه يساعدك تنتصر، يساعدك إنك تغلب، إنك تعيش بحسب النعمة، بحسب الفداء وبحسب المحبة اللي ظهرت في موته وقيامته. آمين. نؤمن بإله واحد. كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق الأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى. أيها الإخوة الأحباء، قيامة المسيح يسوع حدث مستمر، فيها يقوم الذين يموتون، وبها يثبت المؤمنون على إيمانهم، وبها يصير كل ذي بلوى على بلواه. فلنطلب إلى الله بقلب واحد وروح واحدة إيمانا بالقيامة يكون أكثر قوة وأكثر رسوخاً. من أجل أن تكون قيامة المسيح عندنا محور إيماننا ومرتكز رجاؤنا ومصباح دروبنا إلى الرب، نطلب استجب يا رب. من أجل أن نتغلب عندنا صورة المسيح الممجد بعد قيامته على صورة المسيح المهمش قبل قيامته، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن نتحرر من عقلية توما وأن نؤمن بقيامة المسيح إيماناً مطلقاً من القيود والشروط، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن يعلم الناس في كل جيل
إن المؤمنين بالمسيح لا يموتون، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يجعلنا المسيح عندنا من الطبويين السعداء الذين آمنوا بقيامته ولم يروا، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. ومن أجل جميع طلباتنا ونياتنا الخاصة بإيمان وثقة نصلي. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الآب السماوي، يا من جعلت قيامة المسيح المجيدة عربونا لقيامتنا العتيدة، نسألك فهبنا أن نتخذ من قيامة المسيح مصباحا نستضيء به على الدروب ونهتدي به في الظلمات، بالمسيح ربنا. آمين. رنم واهتف بابتهاج ربنا يسوع قام، داس الموت بالصليب زال سلطان الظلام، ابن الله رب الكون حي أبدا إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ويقبل الرب الذبيحة من يديك لبدء اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة. تقبل يا رب قرابين شعبك والذين عمدوا حديثا، وأنت يا من دعوتنا إلى الإيمان وولدتنا بالعماد ولادة جديدة، سر بنا إلى الميراث الأبدي، بالمسيح ربنا. الرب معكم. ومع روحك أيضا. نرفع قلوبنا إلى العلى. إنها لك الرب.
لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل، واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيدا أعظم في هذا النهار وقد ذبح فصحنا المسيح. إنه الحمل الحقيقي الذي أزال خطايا العالم، وهو الذي بموته نقض موتنا وبقيامته أعاد الحياة إلينا. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل مسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد هاتفين. نسألك مبتهلين بابنك يسوع المسيح ربنا أن تقبل هذه التقادم والقرابين وتبارك هذه الذبيحة الطاهرة التي نقدمها لك من أجل كنيستك الجامعة المقدسة، فامنحها السلام واحفظها واجمعها برباط الوحدة واشملها برعايتك في المسكونة كلها. وإننا نقدمها لك مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وجميع الذين يسهرون على الإيمان الرسولي القويم. اذكر يا رب أبناءك المؤمنين. نصلي نذكر من نريد أن نصلي من أجلهم من الأحياء. واذكر يا رب جميع الحاضرين ها هنا الذين أنت بإيمانهم وتقواهم عليم، فنحن نقدم لك عنهم ذبيحة التسبيح هذه، وهم يقدمونها لك معنا ويؤدون الإكرام إليك. أنت الإله الأزلي الحي الحقيقي، راجين لهم ولذويهم الفداء والخلاص والسلامة. وإننا مع الكنيسة بأسرها إذ نحتفل باليوم المقدس يوم قيامة ربنا يسوع المسيح بحسب الجسد، نذكر ونكرم أولا سيدتنا مريم المجيدة الدائمة البتولية والدة الإله يسوع المسيح ربنا، ثم خطيبها القديس يوسف العفيف، ورسلك وشهدائك الأبرار بطرس وبولس وأندراوس وسائر القديسين، فامنحنا بصلواتهم واستحقاقاتهم عونك وحمايتك على الدوام. اللهم تعطف علينا واقبل تقدمتنا نحن خدامك، بل تقدمة أسرتك بأجمعها. احفظ أيامنا في سلامك، ونجنا من الهلاك الأبدي، وضمنا إلى جماعة المختارين. اللهم تعطف علينا واقبل تقدمتنا نحن خدامك، بل تقدمة أسرتك بأجمعها. إننا نقربها لك من أجل أولئك الذين ارتضيتهم فجعلتهم يولدون ولادة ثانية من الماء والروح القدس، مانحا إياهم غفران جميع خطاياهم. احفظ أيامنا في سلامك، ونجنا من الهلاك الأبدي، وضمنا إلى جماعة المقترين. اللهم قدس هذه التقدمة بقوة بركتك، اجعلها لائقة بك مرضية لديك، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دمك الحبيب يسوع المسيح ربنا. فهو في الليلة السابقة لألامه أخذ خبزا بيديه المقدستين المكرمتين، ورفع عينيه نحو السماء إليك أيها الآب القدير،
فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ هذه الكأس الجليلة بيديه المقدستين المكرمتين، شكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. مسيح قام من بين الأموات ووطي الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتغلل به. مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت وواب الحياة للذين في فنحن قدامك وشعبك المبارك نحيي أيها الآب ذكرى آلام ابنك المسيح ربنا وقيامته من بين الأموات وصعوده المجيد إلى السماء، ونقدم لجلالك السامي من هباتك وعطاياك هذا القربان الطاهر المقدس، خبز الحياة الخالدة وكأس الخلاص الأبدي. فنسألك أن تنظر إلى هذه الذبيحة نظرة العطف والرضا، وأن تقبلها كما قبلت قرابين هابيل عبدك الصديق وذبيحة إبراهيم أبينا والتقدمة النقية التي قربها لعزتك الإلهية ملك صادق كاهنك الأعظم، ليقدم ملاكك القديس هذا القربان على مذبحك السامي لك الإلهي. وكلما تناولنا من هذا المذبح جسد ابنك ودمه الأقدسين فلنملئ من كل النعم والبركات السماوية. اذكر يا رب أيضا أبناءك الذين سبقونا بالإيمان ورقدوا في السلام. نذكر الموتى المؤمنين. نسألك يا رب أن تسكنهم وجميع الراقدين في المسيح مقر السعادة والنور والسلام. أما نحن خدامك الخطأ الواثقين برأفتك العظيمة، فاجعل لنا نصيبا في شركة الرسل والشهداء مع يوحنا المعمدان واستفانوس ومتية وبرنابة وسائر القديسين، ونسألك أن تقبلنا في عدادهم لا لاستحقاق منا بل بفضل حلمك الواسع، بالمسيح ربنا الذي به ما زلت أيها الآب تبدع كل الخيرات وتقدسها وتحييها وتباركها وتمنحنا إياها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن إخوتي الأحباء بكل إيمان وثقة
لنرفع يدينا إلى الله الآب القدير طالبين منه أن يقينا ويقي العالم كل شر وألم ومرض ومكروه، وأن يجعلنا جميعا أهلا للملكوت السماوي. ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف امنح السلام في أيامنا، أضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام يمنحكم، لا تنظر إلى ضعفنا وخطايانا بل إلى إيمان ومحبة كنيستك، وتنازل وأولي الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة المسيح تبادلوا التحية. يا حمل الله ذبيح الحي، القائم في مجد الآب، والموت الآن في جمعنا، خبزك يعطينا الحياة، والموجود الآن هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة الله. جسد المسيح ودم يحفظ نفوسنا وأجسادنا للحياة الأبدية. I'm
مقدس مقبول واحد مبارك من جديد كل سنة تسلمين. هذا العيد هو نبع الرحمة في حياة الكنيسة وفي مسيرتنا كمؤمنين. لنصلي. ها قد تناولنا الأسرار الفصحية، فنتضرع إليك أيها الإله القادر على كل شيء كي يدوم فعلها في نفوسنا وقلوبنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. احنوا رؤوسكم للبركة. أنزل الإله القدير بركته عليكم في أحد الفصح هذا ونجاكم راحما من كل شر وخطيئة. آمين. وهو الذي ولدكم ولادة جديدة بقيامة ابنه من بين الأموات يغمركم جميعا بمواهبه الأبدية. آمين. وأنتم الذين ذكرتم آلام المسيح خاشعين، وأنتم اليوم بفصحه المجيد تحتفلون. بلغكم الله الأفراح الفصحية في الملكوت السماوي. آمين. بارككم الله القادر على كل شيء ألا ولبيه والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. هللويا هللويا. الشكر لله. هللويا هللويا. رددوا صوت الفرح وانبوذ اليوم ترى وتهاني بالمرى خاتم لمريم. مريم البتو ابنها يا للسرور قام من بين بعد صار الضبير زنباق زاه النعمى. مريم البتو صوت أشواق السماء مجدها قد رنما أنشد اليوم كما رنموا لحن السماء.